وللحديث أكثر عن أوضاع النازحين تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بك. برد قارس يعانيه النازحون في المخيمات، هناك تقصيرا حكوميا في مواجهة هذا البرد، هل التقصير متعمد دكتورة فاطمة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني نظرا للحقائق الموجودة على الأرض، فيعتبر ما تقوم به الحكومة تجاه النازحين هو تقصير متعمد، حيث لا يوجد أي مبرر لأن لا تقوم الحكومة بإغاثة هؤلاء النازحين ومساعدتهم وتوفير مقومات الأساسية التي تضمن بقائهم على قيد الحياة، بل كل الذي يحصل للنازحين على الأسف الشديد هو على العكس من ذلك. لا توجد هناك أي إغاثات، أي توفير للحاجات الأساسية، حتى الخيم يفتقر لها النازحون. الآن الذين يتعرضون إلى الحرائق في المخيمات كيف يتم إيواءهم بعد ذلك؟ حتى الفيضانات، الأمطار جرفت الخيم وأغرقتها وجرفت الكرفانات واحترقت الكرفانات، ولم نرى أي استجابة عاجلة من الحكومة، بل أن حتى توفير الغذاء صعب على الحكومة أن توفر الغذاء. لا يوجد أي مبرر، هناك ميزانية وميزانية مليارية في العراق، فلماذا لم يتم تخصيص هذه من قسم من هذه الميزانية بصورة كافية للنازحين؟ الآن دكتورة، الهدف من هذا التقصير المتعمد كما وصفتي حضرتك، ما هو الهدف من ذلك؟ يعني هناك انتقام، هذا هو الهدف والانتقام من أبناء هذه المدن التي شهدت عمليات عسكرية، وهذا الانتقام سوف يؤدي إلى إبادة سكان هذه المناطق. لا ننسى أن هناك أغراض مبيتة وأهداف منذ البداية تجاه هذه المناطق من أجل إبقائها ضعيفة وتهجير أبناء هذه المناطق قصدي المناطق من منازلهم من أجل إحداث تغيير ديموغرافي يهدف أهداف الدول. إذن هو الهدف من أجل أن التغيير الديموغرافي، لكن هذا بالنسبة للحكومة، نحن تحدثنا عن الحكومة، لكن بماذا تفسرين صمت النواب الذين يمثلون مناطق النازحين؟ لماذا هذا الصمت المطبق؟ مع الأسف النواب يعني هم مشتركون بما تقوم به الحكومة، هم لا يوجد لديهم أي أغراض أو أهداف من أجل خدمة أبناء المناطق الذين انتخبوهم ورشحوهم للمناصب التي هم الآن يعني يتبوؤونها. يعني على العكس الشديد، هم فقط استغلوا مأساة وما يمر به هؤلاء المساكين في هذه المناطق التي تعرضت لعمليات عسكرية من أجل فقط أن يصعدوا إلى هذه المناصب، ولا يهمهم بعد ذلك ماذا سوف يحدث للنازحين. هل لديهم خطط من أجل أن يعني يحدثوا تغيير تجاه النازحين، أن يساهموا في عودتهم إلى منازلهم، في إعمار مناطقهم، في التخفيف من مآسيهم، في إطلاق سراح المخفيين قصريين، في العثور على المفقودين؟ لا يوجد في الحقيقة أي أثر لهذا هذه المفروض التي يجب أن يقوم بها هؤلاء ما يسمون النواب هذه المناطق. بل عكس من ذلك، هم الآن يعني حصلوا على ما يريدونه، والآن يستغلون على العكس من ذلك، يستغلون مآسي أبناء هذه المناطق ويحاولون الاستيلاء حتى على الأموال التي تخصص للنازحين دون أن يوصلوها إلى يعني أبناء هذه المناطق التي يجب أن يحصلون عليها. دكتورة، مفوضية حقوق الإنسان تقول إن الحكومة في بغداد غير جادة بإعادة النازحين إلى منازلهم. هل مثل هذه الأفعال ترقى إلى مصطلح الجريمة؟ هل نصل إلى هذا المصطلح؟ بالتأكيد هي جريمة ضد الإنسانية. تهجير أي مواطن من منزله ومن ثم منعه من العودة إلى منزله، هذا يدخل ضمن إطار التغيير الديموغرافي في هذه المناطق، وهذه جريمة أخرى. لأن اولا يعني هذا الذي يتم تهجيره، يعني كيف سوف نضمن مقومات بقائه؟ لا يوجد الان اي ضمان، وبالتالي هناك من جهه عمليه اباده، ومن جهه
تغيير ديموغرافي، وكلاهما يدخل ضمن إطار الجرائم الذي هو يعني مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وهم يدعون أنهم جاءوا لحماية أبناء هذه المناطق، والآن الذي يحدث هو عكس هذا بالضبط. طيب دكتورة، ما دمنا نتحدث عن مصطلح الجريمة، العديد من الأهالي يعانون من فقدان أبنائهم أو اختفائهم بمعنى أصح. الحكومة تنكر بمعرفتها بإيجاد سجون سرية، ولكن من الذي يحاسب على خطف الأبرياء وأيضا معاناة الأهالي؟ يعني مع الأسف الشديد يعني الحكومة العراقية حتى في هذا الجزئية لم تتحرك ولم يعني تساعد الأهالي المختطفين على العثور على أبنائهم، بل على العكس من هذا تتستر على المجرمين. وهي في الحقيقة يجب أن تقوم بمحاسبة من قاموا بإخفاء هؤلاء المخفيين قصرا والعثور عليهم وإعادتهم إلى أهاليهم، هذا في حالة إذا ثبتت براءتهم أو تقدمهم إلى محاكم إذا كانت ثبتت عليهم أي جريمة. ولكن الذي يحدث في العراق أن لا يوجد قانون يحاسب أي مقصر، الحكومة غير مبالية بهذا الموضوع، وبالعكس من ذلك هناك دول تساند الحكومة العراقية بالرغم من قيام الحكومة العراقية بالتستر على هؤلاء المجرمين، أو هي أصلا قامت بجرائم ضد من قبيل الإخفاء القسري ضد أبناء هؤلاء. نعم، هذه دكتورة. المناطق التي عدت عمليات عسكرية. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.